كشف بنك مصر بأن الاكتتاب في شهادات بالجنيه المصري التي تمنح عوائد بنسبة 20% ولمدة 18 شهر و16% لمدة 3 سنوات قد شهدت إقبالا كبيرا، حيث تم الاكتتاب بنحو 4 مليارات و400 مليون جنيه كحصيلة أولية. للحديث أكثر حول هذه الشهادات ينضم إلينا في الاستوديو أستاذ محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر. أهلا بك معنا أستاذ محمد. أهلا بك. نورت دبي ونورت كلام أسواق أيضا. Thank you very much. الحصيلة اللي عم نتحدث عنها أولا، هذه يمكن الحصيلة الأسبوع الماضي 4 مليارات و400، حتى اليوم كم وصلت هذه الحصيلة؟ يعني من غير حسد 34 مليار. ما شاء الله. 34 مليار حصيلة شهادتين، شهادة ال 20% اللي بتدي الفايدة كل شهر لمدة سنة ونص، و 16% لثلاث سنين بتدي الفايدة، سوري ال 20% بتدي الفايدة كل 3 شهور، وال 16% بتدي الفايدة كل شهر، ودي لمدة 3 سنين. هتسأليني طب اشمعنى سنة ونص 20%؟ عشان احنا شايفين ان الفايدة دي لن تتكرر، واحنا سمينا الشهادة دي شهادة طلعت حرب، اسوة بالاقتصاد العظيم طلعت حرب، لان شهادة مميزة. الاسعار دي احنا متوقعين انها تنخفض بمجرد ما التضخم ينخفض والاجراءات اللي اتخذها البنك المركزي والحكومة، فاحنا متوقعين الشهادة سعرها هينخفض، وبالتالي كانت مدتها سنة ونص، وخلينا 16% الاقل هي ل3 سنين. تمام، هتنخفض لغاية كام؟ لا يعني ما اقدرش اقول لحضرتك هتنخفض لغاية كام، بس احنا متوقعين مع التحسن، مع تدفق الحصائل بالعملة الأجنبية، مع الـ FDI اللي هو الاستثمار المباشر هيرد للدولة، في يعني بعد القرارات الأخيرة اللي اتخذها البنك المركزي وقرارات تاريخية، لأن لأول مرة في مصر يحدث تعويم كامل للجنيه المصري. صحيح. والبنك المركزي أطلق يد البنوك في تحديد سعر البيع شراء وبيعا. يعني بقت الكورة في ملعب البنوك. احنا الحمد لله في فترة 9 أيام اعتبر ان احنا بنقضي على السوق الموازية نهائيا. الحصائل الدولارية زادت، احنا كان عندنا بيجي لنا قبل القرار 1 مليون دولار كبنك مصر. النهارده انا بيجي لي في اليوم 70 مليون دولار و50 مليون دولار، وصلت الحصيله في الفتره الزمنيه اللي بعد القرار وصلنا لتقريبا 350 مليون دولار. وخلتنا نفتح اعتمادات، احنا كان في مشكله في فتح الاعتمادات لان الموارد ما كانتش بتخش للقطاع المصرفي، فاحنا فتحنا اعتمادات ب 550 مليون دولار في فتره ما بعد القرار حتى الان. طيب. فنتائج كلها ايجابيه يعني. طب يمكن السؤال كيف سيغطي البنك الآن تكلفة هذه الإصدارات 20% يا أستاذ محمد، لأنه إحنا عارفين في كمان احتياطي إلزامي 10% من البنك المركزي. تمام. بدون فوائد. 16% ما عليهاش احتياطي إلزامي. نعم. لأن 16% لمدة 3 years أو 3 سنين. الثلاث سنين بتعفى من الاحتياطي الإلزامي، السنة ونص عليها احتياطي إلزامي. إحنا كبنوك وطنية لنا دور في تنشيط الاقتصاد، حتى لو جت على تخفيض نسبة الأرباح اللي عندنا. احنا الحمد لله بنك مصر محقق أرباح العام السابق 4 مليار و200 مليون جنيه، السنة دي يعني إن شاء الله بعد مراجعة الجهاز المركزي هنحقق أعلى، فإحنا ما عندناش مشكلة إن احنا نتحمل جزء من تخفيض أرباحنا مقابل إن احنا ننعش الاقتصاد. وزي ما قلت لحضرتك الشهادات دي مش هتستمر لمدة طويلة وأسعارها هتنخفض، فإحنا كوست أوف فاند أو تكلفة الأموال عندنا هتعلى سنة، بس هنستمر نحقق أرباح إن شاء الله. في حصيلة يعني تارجت معين لحصيلة الادخار حتوقفوا عندها يعني أستاذ محمد؟ يعني السؤال الآن متى سيتم إيقاف هذه الشهادات؟ هو في على فكرة بنوك قطاع خاص أصدرت الشهادة وقفت لخمسة أيام تقريبا. لأنهم عشان مش عاوزين يفقدوا العملاء، لأن العملاء ابتدوا يفكوا شهاداتهم ويجوا على البنوك الوطنية اللي هو بنك مصر وبنك الأهلي وبنك القاهرة. إنما إحنا ما زلنا يعني الشهادة مستمرة، لسه ما خدناش قرار هنوقف الشهادة إمتى. طيب اليوم السيولة الدولارية المتوفرة بالسوق يعني بعد عملية التعويم كم تبلغ تقريبا؟ لأنه في أحاديث بتقول 40 مليار دولار يمكن اللي موجود بالسوق. البنك ما هي الآليات اللي عم يتخذها الآن لجذب هذه السيولة الدولارية؟ يعني أنا زي ما شرحت لسيادتك القرار بتاع البنك المركزي ده قرار تاريخي. إحنا كان بيجي لنا قبل القرار 1 مليون دولار في اليوم. تمام. النهاردة متوسط بيجي لي بين 40 و50 و70 مليون دولار في اليوم. القرار ده حول مصر بتستورد في 90 مليار دولار في السنة. معنى استيرادها 90 مليار دولار يعني معناها ان في دولار بيخش جوه البلد بس ما كانش بيخش في القنوات الشرعية. كان بيمر لسوق الموازنة.
رمزي. النهارده الدولار ده هيخش البنوك، وبالتالي البنوك هتقدر انها تفتح اعتمادات وتلبي. انا في فتره بقى بعد القرار فاتح اعتمادات للمستوردين ب 570 مليون دولار. فدليل ان القرار ناجح، دليل ان الناس ابتدت سريعا. انا معتمد على تحويلات العاملين بالخارج، لان احنا عندنا تحويلات عاملين بالخارج 20 مليار في السنه. كل التحويلات دي بتيجي من منطقه الخليج اكثر، فاحنا مركزين على منطقه الخليج. انا عندي طبعا هنا في الامارات 5 فروع، وبالتالي الحصائل ابتدت تيجي مباشره للبنوك، مع في طبعا عملاء شافوا سعر الفايده ال 20% ده مغري جدا، فابتدوا يتخلصوا من العمله الاجنبيه ويحولوها الى شهادات. كل ده زود الحصائل. انا ما شفتش هذه الحصيله منذ سنوات. الحاجه القرار اللي حدث ده، البورصه انتعشت. البورصة بعد ما كانت يعني وصلت عدت ال 10800 نقطة، الأرقام دي أنا ما شفتهاش من سنة 2008. صحيح. نسبة التداول وصلت ل 2 مليار 200 مليون، أرقام غير يعني لم نراها. كانت الأرقام التداول كانت 300 مليون 500 مليون، فطبعا دي كلها نتائج إيجابية. زي ما حضرتك عارفة صندوق النقد الدولي أدى شهادة ثقة للحكومة المصرية والقرارات اللي اتخذها البنك المركزي والحكومة. ميري لينش عملت توصيه من يومين ثلاثه قالت لهم اشتروا التريجري بتاعه مصر لمده 6 شهور. كلها نتائج ايجابيه. في وزاره الماليه هتطلق في القريب العاجل سندات دولاريه من 2.5 ل 5 مليار. الاف دي اي، انت عارفه حضرتك ان كان في رئيس لجنه الاستثمار العليا برئاسه الرئيس السيسي اصدرت 17 قرار كلها بتشجع المستثمر المحلي والخارجي. طيب تحدثت عن الاعتمادات يعني المستنديه الفتره الان يا استاذ محمد، يعني هذه الاعتمادات، لانه سابقا كان المستورد يمكن بيستنى 15 يوم، الان بعد التعويم قد ايه عم تاخذ الفتره؟ ما فيش انا فاتح زي ما شرحت مباشره يعني. فتحت 550 مليون دولار. نعم. كبنك مصر لوحده. نعم. هتلاقي البنك الاهلي ارقامه جايز تتعدى هذا الرقم. فيعني النهارده في لاول مره من سنين من بعد الثوره الانتر بنك بيشتغل. الانتر بنك بيشتغل يعني معناها ان في بنك بيبيع دولار وفي بنك بيشتري دولار. تمام. ما كانش الكلام ده موجود بقى لنا 4 5 سنين، الانتر بنك لا يعمل. فدي معناها ان كل دي قرارات تصب في مصلحه الاقتصاد المصري، هيبقى لها نوع من الفاتوره هيتحمل. عشان كده هتلاقي ان في برامج الحمايه اللي عملتها الدوله لمحدودي الدخل، لان هم دول اكثر ناس هيتاثروا. فهم ففي برامج كثيره، والبنك المركزي عمل مبادرات كثيره زي مبادره التمويل العقاري لمحدودي الدخل. احنا بنقسط ل 20 سنه بسعر فايده مخفض جدا 5% و7، فكلها مبادرات عشان برضو نحمي الناس محدودي الدخل. انت كان لك تصريح انه سعر الدولار راح يوصل ل 13 تقريبا، يعني الان الى اي مدى السعر او ما هو السعر العادل الذي يراه بنك مصر الان للدولار؟ بص حقيقة انا ما اقدرش اقول الدولار هيوصل ايه، انما اللي اقدر اقوله ان مؤسسات عالميه عملت تقييم لسعر الدولار، قالت ان الدولار يتراوح بين 11.5 12.5. ده من وجهه نظرهم ان الدولار السعر العادل بتاعه هذا السعر. لو نتذكر احنا اول لما عملنا اصدرنا اليه تعويم الجنيه، الدولار وصل في البنوك كان اعلى سعر وصل له تقريبا 17.95 جنيه. في خلال الاربع ايام السابقين الدولار انخفض 4 ايام ورا بعض متتالي، النهارده بيتراوح من 15 جنيه و20 شراء و15 جنيه 70 بيعا. طب التحويلات استاذ محمد، يعني عمليات المقاصه الان ما بين البنوك المصريه، بين بنك مصر وايضا البنوك الخارجيه، كيف هي الان بين بعد عمليه التعويم؟ لا احنا عمرنا حتى ما قبل القرار عمرنا ما تخلفنا عن سداد اي مبلغ لصالح مراسلنا. نعم. انما دلوقتي ده مكننا ان احنا نفتح اعتمادات اكتر. لو حضرتك بتتكلمي على الريباتريشن او خروج الناس اللي هي عامله ارباح وعاوزه تطلعها، لان طبعا حدث في الفتره اللي بعد الثوره يعني الدولار كانت الموارد بتقل. فانا متوقع مع ورود الحصيله مع المستثمر الاجنبي والمحلي هيخش مصر لاول مره الهوت ماني يبدا البورصه، دخلها اجانب وعرب. يعني معناها ان هم بيثقوا في الاقتصاد، باعوا عمله مقابل ان هم يشتروا اسهم بالجنيه المصري. فكلها هذه قرارات ايجابيه هتنعش من الاقتصاد. طيب وضع القروض الان لدى بنك مصر، يعني وخلينا نحكي ايضا عن الودائع الدولاريه المتوفره لدى البنك، الى اي مدى تاثرت بعد عمليه التعويم؟ لا، الودائع الدولار لاما اتحولت من دولار الى جنيه مصري. تمام. وبالتالي ما عندناش مشكله، ده بالعكس احنا يعني الدولاره دي
انخفضت او عندنا اسعار مميزه للشهادات الدولاريه حتى للمغتربين بالخارج. عندنا اسعار لا توجد في اي دوله في العالم. احنا عندنا 4.5% لمده 3 سنين و5.5% لمده 5 سنين، فدليل. وبيجي لنا دلوقتي دولارات سواء بيبيعوها او بيربطوها شهادات، فالاثنين بيصبوا لمصلحه الاقتصاد. الدولار بيجي من خارج البلد جوه البلد، وده شيء مفيد جدا. يمكن الرئيس المصري كان دعا البنوك لتوفير 200 مليار يعني جنيه بالنسبه للمشاريع الصغيره والمتوسطه. الان بنك مصر ما حجم القروض اللي منحها لهذه المشاريع؟ احنا المبادره دي يعني انا كمحمد الاتريبي رئيس بنك مصر اؤمن تماما بمشروعات صغيره ومتوسطه، لان هي دي اللي بتحرك اي اقتصاد دوله. فالبنك الرئيس السيسي اعلن عن 200 مليار. ال 200 مليار دول جم منين؟ جم من ان البنوك كلها لها هدف انها 20% في خلال الاربع سنوات القادمه تبقى تمثل محفظه المشروعات الصغيره والمتوسطه 20% من القروض بتاعت كل بنك. يعني لو عندي 100 مليار لازم يبقى عندي 20 مليار للمشروعات الصغيره والمتوسطه. والبنك المركزي عمل ميزه، منح قال اللي هيسلف مشروعات صغيره ومتوسطه هعفيه من الاحتياطي. يعني انا لو هسلف 100 مليون جنيه ال 100 مليون جنيه كلها هتتعفي من الاحتياطي، فبدل ما كنتش بستفيد بيها في البنك المركزي بفايده هتمتع هاخدها واشغلها. فده دليل على انه المبادره مشجعها البنك المركزي هتبقى مربحه للبنوك. احنا السنه اللي فاتت في مارس 2015 اطلقنا مشروعك مع وزاره التنميه المحليه في 27 محافظه داخل جمهوريه مصر العربيه. بنك مصر سلف تقريبا لفوق 30,000 مقترض بمبلغ تقريبا 985 مليون جنيه، بالاضافه بقى للمشروعات الصغيره والمتوسطه احنا تجاوزنا 3 مليار جنيه، واحنا عندنا اداره متخصصه وان شاء الله هنحقق التارجت اللي عم بتركزوا على قطاعات معينه يا استاذ محمد يعني لتمويلها للمشاريع؟ بصي اي قطاع، اصل المشروعات الصغيره والمتوسطه ليها كذا ميزه. نمره واحد بتخلق فرص عمل عشان تحارب البطاله. نمره اثنين المنتج اللي بيصنع خارجيا هيصنع محليا وبالتالي سيقبل عليه المستهلك المصري، هيوفر عملة أجنبية، فده الهدف الثاني. الهدف الثالث انها بتدمج الاقتصاد الغير رسمي جوه الاقتصاد الرسمي. وده هدف كبير قوي لان مصر عندها اقتصاد غير رسمي يتجاوز 50 و70% من الاقتصاد الرسمي. طيب احنا على موعد ايضا مع الاجتماع الدوري للبنك المركزي خلال الايام القادمه، يعني هل نتوقع اي تحرك بالنسبه لاسعار الفائده؟ انا مش متصور انه يحدث تحرك في الفتره دي لانه لسه متحركين 3%. الكوريدور ارتفع من الكوريدور بتاع البنك المركزي 14.75 ل 15.75. سعر الخصم والاقراض بتاع البنك المركزي ارتفع من 12.25 ل 15.25. فانا لا اتصور انه بعد يحدث اي تغير في الاسعار لفتره زمنيه. البنك المركزي هيدرس ويشوف نتائج القرار، لو حس ان ابتدى التضخم ينزل هيبدا ينزل بالاسعار، وده انا متوقعه في القريب العاجل يعني. طيب. ان شاء الله. سؤال اخير فيما يخص البورصه، لانه انت كنت متفائل بما حدث بالبورصه استاذ محمد، يعني هل نتوقع زياده استثمارات البنك مصر الان ببعض الاسهم داخل البورصه؟ هو بنك مصر من اكثر البنوك اللي لها دور فعال في عمليه البورصه. احنا عندنا محفظه كبيره جدا، حجمها حاليا يعني احنا محفظتنا تتراوح بين 3.5 مليار ل 4 مليار جنيه في البورصه المصريه. تمام. فاحنا من البنوك اللي بنؤمن بتنشيط البورصه. وطبعا ارتفاع البورصه ده اثر بالايجاب على بنك مصر في الفتره الاخيره يعني. شكرا على وجودك معنا استاذ محمد الاتربي، وانت رئيس مجلس اداره بنك مصر، على كل هذه التفاصيل. بشكر لك وشكرا للاستضافه. شكرا. بهذا مشاهدينا نأتي إلى نهاية كلام أسواق. إذن ارتفاعات بأكثر من 340 نقطة بالنسبة للمؤشرات المصرية، ويواصل مؤشر التاسي السعودي أيضا المكاسب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.